بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هعمل لكم وش للمثل الطعام العفرة. الطعام العفرة مثلا بتروح مثلا تجيب جمبري، ففي وسط الجمبري ده بيبقى مثلا جمبري عفرة أو الجمبري الجامبو، أو مثلا تعبان عفر اللي هو الحنشان اللي هو مثلا إيه مثلا بيبقى طول مثلا إيه مثلا 20 سنتي، أو جرانة حية أو بسرية أو زرغانة، تمام. في مثلا الطعام اللي هو العفره ديت في الجمبريه مثلا ايه السمكه بتخش بتاكل مثلا راس الجمبريه، اللهم صل على النبي، نص الجمبريه وتخلع كده يعني. فايه الحل؟ هنعمل مثلا ايه وش كده مع بعض وهنشوف مع بعض. بصوا يا شباب، احنا بنجيب مثلا ايه صناره اهي، الترميله ده ترميله سهله جدا يعني. بص مش محتاجه مثلا حرفنه او مثلا ليله كبيره يعني. مثلا بتجيب هنا اللي هو اللي عارف الصنارة اللي هو مثلا اللهم صل على النبي الصنارة الثلاثة اللي هو بحلقة حربتين ده، ساعات بيبقى بنجيبه اللي هو الملوي، تمام، أو مثلا اللي هو اللطش العادي والكلام ده. بصوا هنا يا شباب، أنا دخلتها هنا من فتحة، فبتيجي تقوم ماسك الاتنين كده مع بعض، تمام، طرف راه طرف اه، تقوم جاي الطرف ده تقوم ايه عامل خمسة خمسة اهي، تمام، تقوم مدخل ايه تلات أربع يعني مثلا خمس ست لفات، خمس ست لفات كده ايه جنب بعض ورا بعض داخل الفتحة اللي هي ايه المدورية دي، تمام. تسحب بص شوية اهي، تسحب دي تمام اهي اهي تمام، وتقص طبعا انت ايه بتقص الزيادة ديت لو انت جدع، لو انت مثلا تمام اقطع، تمام. بصوا شباب اهي، دي الترمية، الترمية يعني عادية بس جامدة جدا يعني. هنيجي هنا، هنيجي نقطع هنا حتة صغيرة، حتة شعر أو تقطع مثلا إيه نفس حتة إيه من نفس الشعر يعني، من نفس الشعر، أو مثلا ممكن إيه ترمي بذكره، تمام. هتيجي هنا هتجيب السنارة التانية، السنارة التانية أهي، دي السنارة الأولى أهي، السنارة أهي، السنارة التانية أهي، تمام، ما بترملهاش، بتسيبها وتجيب حتة شعر عليها، حتة شعر تانية أهي. بص يا شباب، بتقوم ايه عاملها زي خمسة، تمام، وبترمل عادي يعني، الترميلة ايه بترملها ايه عادية، تمام. تيجي هنا تقوم ايه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، لغاية لما انت ايه لغاية لما يعني القيمة المحددة للصناعة، تمام. بص هنا رملتها اهي، دي الصناعة الأولانية اللي انا رملتها، طبعا انت بتشيل زيادة. بص هنا يا شباب، دي اللي هي الصنارة الأولانية اللي أنا رملتها، ودي الصنارة التانية، الصنارة التانية تبقى حرة، بص تبقى حرة. النبي لو إيه مثلا أهي يعني مثلا الجمبرياية أكبر أكبر مثلا من عقلتين تلاتة مثلا، أو مثلا الجمبري جامب، فأنت مثلا إيه، طب ده هتأثر؟ لا مش هتأثر مع ضربة السمكة، لا مش هتأثر، ما تقلقش. أنت كده إيه رملتها زي الترميلة إيه العادية، دي صنارة حرة، إيه راحة جاية، تمام، إيه راحة جاية، تمام تمام خلينا بقى ايه في اللي هو الوش التاني ده، بتبقى صناره مثلا تحت، صناره مثلا الدنيس، تمام. بتيجي بترمي الاول صناره، احنا رمي اللي هي الترميله اللي هي العاديه، مش مثلا الترميله العاديه، خلينا مثلا ايه ده صنار 8 كفته، تمام. بترمي الصناره الاولانيه دي اللي تبقى على الارض، ده احنا هنعمل واحده ايه على الارض وواحده طايره، تمام. تيجي هنا بتقوم ايه مرمل الترميلة العادية اهي، تمام يا شباب، بتقوم ايه ساحب ايه يا شباب، تمام. تقص طبعا انت بتقص زيادة، انا مش جنب مقص، فايه سوني كده اجيب مقص وارجع. يا شباب انا جبت المقص اهو، نقوم مقصين ايه زيادة، تمام. تيجي هنا انت مثلا عملت اهوت مثلا ايه
نقول مثلا نص متر، تمام؟ دي بتبقى صنارة مثلا فردانية لوحدها، تمام؟ بتيجي هنا بتقوم عامل خية، تعمل خية للرصاصة، تعمل خية للرصاصة، وبتدخل الرصاصة فيها، ماشي يا شباب؟ بتدخل ايه مثلا، بتقوم ايه مدخلها هنا في الرصاصة، طبعا مش مجهز الحاجة صح كده يا شباب، بتدخل هنا ايه، تعمل خية وبتقوم مدخلها في الرصاصة، وتقوم ايه دي الصنارة اللي هي ايه هتبقى على الأرض، بتقوم عاملها تمام. بعد الرصاصة مثلا بربع متر، تمام، بتقوم جاي، تقوم جاي هنا، تقوم عامل خية كبيرة، يعني خية كبيرة كده اهو، مثلا ايه حوالي 10 سنتي، تمام، وتقوم رابط، ماشي يا شباب، ربطت رابطة اهي، رابطة عادية، تمام. بتيجي هنا بتيجي دي، وتقوم ايه عاملها عكس عكاس، تمام، تقوم اخد عكسك عكاس اهي، تمام، تاني اهو، تقوم اخدها عكس عكاس، تمام، تقوم ايه شايف دي، تقوم عاملها ايه كده، حد تلفها مثلا 5 6 لفات، تمام يا شباب. تقوم جاي هنا، تقوم مدخل الخية الكبيرة اللي انت عملتها، تمام، تقوم ايه ساحب من الجنبين، بص اهو ده عامل ازاي، عقدة ثلاثية، عقدة ثلاثية ديت جميلة جدا يعني. بتيجي هنا الطرف ايه الفتحة اهي، خيها اهي، تمام، بتقوم قاطع طرف من هنا، تمام، وتبدأ ترمل سنارتك اللي هين اللي هي أم حلقة. تيجي هنا اهي، تيجي هنا تقوم ايه حاطط السنارة زي ما اتفقنا، تيجي هنا ايه عامل خية صغيرة، مسك الاتنين كده مع بعض، خية كده صغيرة اهي، تمام، وتقوم ايه مدخلها 5 6 مرات فتحة، بص يا شباب، تقوم ساحب اهي النبي لو انت ايه، تمام، احنا كده ايه عملنا صنارة طايرة، ماشي، هنا الرصاصة اهي، هنا الرصاصة، ده شباب للدنيس، يبقى 10/10، موسم جاي بقى وايه وكوسان طيبين، نص 4 و5، هنا بتبقى عامل خية عادية، تمام. شباب يبقى هنا ايه صنارة اهي على الارض، بعد كده الرصاصة، بعد كده ايه صنارة طايرة، جميلة جدا يعني. بس لو انت شايفينها طبعا انت بتشيل ايه الحاجات الزيادات، اي حاجة زيادة فانت بتشيلها يعني عشان ايه ما تعكسكش، تمام، صنارة طايرة اهي، تقالة صنارة على الارض، تمام. يلا شباب، ربنا يصلحكم يا رب ويكرمكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، ها لايك يا جدعان، يلا سلام.